لمتابعة موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا بحضور مسؤول الوزارات والجهات المعنية ورؤساء جمعيات ومؤسسات المستثمرين. وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على أنه يسعى لتذليل أي عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة المحلية والأجنبية. الاجتماع شهد استعراض الموقف الحالي لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والإجراءات المنفذة من الجهات المنوطة بتنفيذ تلك القرارات، وكذلك القرارات الجاري اتخاذ إجراءات بشأنها. وخلال الاجتماع تم التأكيد على أن هناك عددا من القرارات تم تنفيذها خلال الفترة الماضية وحتى الآن، من بينها تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وتعديل نص المادة 34 من قانون الاستثمار للسماح بالترخيص للمشروعات القائمة على الغاز الطبيعي، كما تشمل القرارات تحديد مدى زمني لجميع الموافقات لا يتجاوز 10 أيام عمل ولمرة واحدة فقط في التأسيس، فضلا عن قرار آخر بالتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، كما تشمل القرارات المنفذة تعزيز الحوكمة والشفافية. القرارات التي تم تنفيذها شملت كذلك تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية بجانب قرار آخر يختص بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء لوضع السياسات واللوائح المناسبة للشركات الناشئة وغيرها من القرارات الأخرى. خلال الاجتماع تم الإعلان عن أن هناك عدة قرارات أخرى جاري اتخاذ إجراءات بشأنها مع الوزارات والجهات المعنية، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء في اجتماعاته المقبلة. يأتي ذلك من أجل تفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بما يسهم في تذليل المعوقات أمام المستثمرين وتيسير الإجراءات أمام تنفيذ مشروعاتهم في مختلف قطاعات الدولة، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتهيئة بيئة ومناخ للأعمال وتوسيع مجال الاستثمارات الأجنبية والمحلية وجذب المزيد منها خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، الحوار الثاني في من القاهرة. اليوم رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء أكد على فكرة إزالة أي عقبات أمام الاستثمار، والحقيقة كان في قرارات مهمة تم اتخاذها في هذا الإطار تنفيذا للتعليمات والتوجيهات التي صدرت لمجتمع الاستثمار بشكل عام في اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. من ساعتها وكل اجتماع للحكومة بنشوفه بيكون في جوانب أو قضايا متعلقة بالاستثمار، وبيكون في قرارات جديدة بيتم تنفيذها لحلحلة موضوع الاستثمار بشكل عام وتقديم يعني قرارات واقعية بتناسب الاستثمار في مصر وبتحل الكثير من المشكلات. ده موضوع هذا الحوار اللي برحب فيه مع حضراتكم بضيفي السيد المهندس عامر سعيد أبو الخير، وعضو اتحاد الغرف التجارية بالأسكندرية ورئيس مجلس إدارة المصرية الإفريقية ورئيس قطاع الاستثمار بجمعية رجال أعمال البحيرة. منورني يا باشمهندس، أهلا وسهلا. أهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بيك. بنشوف إزاي دايما قرارات الحكومة المتعلقة بالاستثمار في كل اجتماعات الحكومة حتى الآن. احنا بنشوفها من 2017 من اول قرار صدر اللي هو 72 كان قرار حلو جدا لتحفيز الاستثمار، فده يعني احنا قلنا ايه فضل يتنامى، انما الفكره اللي انا بقول لسعادتك عليها الاهتمام اللي موجود النهارده واللي انا شفته من مده قليله من سيد الرئيس وتوجيهاته لرئاسه مجلس الوزراء، كل الوزراء تجتمع النهارده برئاسه مجلس الوزراء ويقرروا بالفعل ان هم يوجهوا كل نشاطهم للانتعاش في الاستثمار، ده كان حاجة هائلة جدا النهاردة. فكانت التبعيات بتاعتها النهاردة ان انا اقول ان الاستثمار بدأ يتنامى فعلا بعد القرارات اللي طلعت وبعد تذليل كل العقبات اللي كانت موجودة والبيروقراطية اللي بدأت تقل. النهاردة لما السيد رئيس مجلس الوزراء عين 3 النهاردة مساعدين جدد لرئاسة الاستثمار، في رئاسة الاستثمار مساعدين لها على أساس يلم كل جوانب البيروقراطية ديت ونعرف نتصرف فيها ونخليها تاخد خطوطها العريضة اللي الرئيس بيوجه ليها النهاردة، ان انا اجذب استثمار داخلي واشجع القطاع الخاص واجذب استثمار خارجي وتواجد العملة الصعبة في مصر.
الحقيقة فأنتم يمكن دايما كل رجال الأعمال بتكون المشكلة الأساسية اللي بتواجههم هي فكرة البيروقراطية وعدم تنفيذ القرارات اللي بتصدر من المستويات العليا على المستوى الأقل. حاجة بتشوف هذا الأمر إزاي؟ هي الفكرة مش في قرارات اللي بتصدر، لأن القرارات بتصدر في المستوى الأعلى، السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء حتى وزير الاستثمار، ومع ذلك بتصطدم بالموظفين اللي هم موجودين في القطاعات المختلفة. يعني فكرة تغيير الفكر، تغيير الآلية، يعني لأن المستثمر مش عايز حاجة خارج القانون، ولكن هو عايز يعني تنفيذ القانون بروح القانون نفسها. احنا من غير في 8 سنين اللي اتزرع من 80 سنة. تمام. يعني الموظف النهاردة اللي قاعد على مكتبه بقاله 30 سنة هو لسه الكلام ده جديد عليه النهاردة في 8 سنين. كلام مظبوط. فصعب ان انا اغير كل ده، الا ان يعني لما نلاقي النهاردة سيادة الرئيس بيقولك ايه، احنا عايزين نعمل الهيكلة الشبابية. الهيكلة الشبابية دي انا حزرع فيها كل الحاجات الجديدة اللي انا بقول ساعدوا الناس، بلاش بيروقراطية، عاونوا الناس، اشتغلوا مع الناس. النهاردة كل الموظف اللي قاعد ده بيقولك اللايحة بتقول، اللوائح بتقول، اللايحة بتقول. يا عم بص للقانون، ما هو القانون ده موجود. صح، هو الاساس ليه قانون وليه روح قانون. شغلني انا عايز اشتغل. النهاردة اروح اطلع رخصة مثلا كانت يقول لي افضل قاعد معاه سنة ونص بعد ما حطيت كل فلوسي وكل دنيتي كلها وكل استثماراتي في المصنع ده، افضل معاه سنه وسنه ونص عشان اخد الستارت بتاع. طب انا هسيبه خالص وهروح اعمل ستارت لوحدي، يجي يشمع المصنع. القانون واللوائح بتقول كده. اللوائح بتقول كده. النهارده لما حصل الاجتماعات بتاعه النهارده ديت والكلام اللي داير من 2017 لحد النهارده ده فعلا بيساعد على ان ده ما يحصلش. ما انا مش انا كدوله مش هستفيد حاجه لما انا هديلك كل الكيان اللي انت عملته وجاي تستثمر بيه عندي. انا هخوف اي حد تاني جاي عايز يستثمر عندي. اخد بال حضرتك النهارده لما في قرارات بتطلع النهارده وبتندرس النهارده في مجلس الشعب بيقول لك انا هقلص كل الدعم بتاع الحكومه وحد الدعم ده للقطاع الخاص. دي حاجه هايله، دي حاجه هايله وتشجع اي حد النهارده، لان احنا متابعين من 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 التجاره العالميه والناس المستثمرين العالميين. احنا متابعين من بره اي قرار زي ده بيطلع، الناس اللي بره بتبقى شايفاه. يمكن احنا ما بنحسهوش، عندنا مثلا حته الاعلام او التوعيه في القصه دي ما بتوصلش، انما هم متابعين الموضوع ده عارفين كويس جدا، وده حافز كبير جدا للاستثمار الخارجي انه يجي مصر. المستثمر الخليجي لما بيفكر يستثمر في مصر او في اي دولة، خلينا نقول يعني مصر تحديدا في هذه المنطقة، لان مصر الحقيقة في التوقيت اللي احنا بنمر فيه بتتمتع بمزايا نسبية في العديد من القطاعات، في الامن والسلام والاستقرار، في البنية التحتية المتوفرة، ده مش كلام للاعلام ولكن ده واقع موجود على يعني بنعيشه كلنا. في كمان ان الدولة حريصة انها تشجع المستثمر الاجنبي بكل الطرق وبتوفر العديد من الفرص الاستثمارية. لما بيجي مستثمر اجنبي بيبص على ايه في هذا المناخ؟ يعني بيشوف اكتر حاجة ايه، بيركز على حاجة ايه، هطلع الدولارات بتاع المكسب ازاي، ولا هشوف الامور تمشي ازاي. بس فندم هو هنا بيعمل دراسة سوقية الاول عشان افكر استثمر في مصر، فبعمل لمصر دراسة سوقية بناء عليه بقرر انا المجال اللي انا هشتغل فيه جوه مصر. بعد كده بتدخل الدراسة المالية، انا هاخد ايه امتيازات، هاخد اعفاءات من ايه. صح. فلازم بالفعل هنا يندرس ده على 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 الطاوله كده، نقعد نقول ده اديله امتيازات وده اديله امتيازات وده اديله امتيازات. ليه؟ لان الراجل ده فعلا هو مش جاي يستثمر هنا عشان يبيع هنا، هو بيستثمر هنا عشان يبيع بره، ولا جاي يقدم لك خدمه. هو في الاول وفي الاخر عايز بزنس. يكسب. هو عايز يكسب، عايز يشتغل. هو جاي النهارده عنده طاقه كويسه جدا، عنده بنيه تحتيه هايله جدا، عنده الامن وعنده الامان. لازم بقى اديله بقى ايه شويه الحوافز اللي هو محتاجها. صح. اديله اعفاءات ضريبيه، اديله طاقه قليله شويه، اديله شويه البيروقراطيه تنتهي خالص من الموضوع بتاعنا ده خالص، مجرد بس هو يعمل توكيل لمحامي، المحامي يروح يخلص له كل حاجه في 48 ساعه تبقى معاه رخصته. وده اللي احنا بنقوله في الرخصه الذهبيه. اخد بال حضرتك الرخصه الذهبيه ما بقاش عليها قيود الموظف القديم. صحيح. لان هو كانت مشكلتنا في الموظف القديم اللي هو حاكمه لوائح، كل ما تيجي تكلمه يقول لك اللوائح والقانون بتقول كذا. اخد بال حضرتك. فالنهارده ده بيجي يدرس دراسة السوق في النهاية خالص تساوي هطلع فلوسي ولا لا. بعد كل اللي عملته ده انا هطلع فلوسي ولا لا، هقدر اطلع فلوسي ولا لا. زي احنا ما بننزل افريقيا بنقعد ندرس كل المشروع اللي احنا عايزين نعمله هناك وكل التسهيلات اللي الحكومات بتديها لنا، في تسهيلات كتيره جدا. صحيح. في افريقيا. صحيح. الحكومات هناك بتديها لنا عشان يجذبني ان انا اعمل عنده استثمارات. على الرغم ان ما عندهوش هو لا الامكانيات اللي موجوده عندنا ولا عنده التسهيلات اللي موجوده عندنا ولا عنده كل الهيكله العامه ديت مش موجوده هناك،
ومع ذلك هو بيديك كل التسهيلات عشان انت تيجي تستثمر عنده. في النهايه خالص بتساوي بالنسبه لي، انت هتاخد مني ضرائب كام؟ هتاخد مني قيمه مضافه كام؟ انا هطلع فلوس ولا لا؟ صح، واخد بال حضرتك؟ صح. فهنا اذا ضمن دي لا، كل الناس هتيجي على مصر فعلا، مش هتروح اي دوله تانية بما فيها من عوامل امن وامان وطاقه وفيها فعلا مناخ جذب، فيها مناخ جذب. خليني اسالك سؤال يا عمر بيه، لو سيادتك مستثمر اجنبي، يعني خلينا نفترض ده لشويه وقت، يعني اتفضل، هتبص على الحاله المصريه ازاي مقارنه بدول المنطقه؟ يعني هل مصر فعلا فيها مزايا نسبيه بتختلف في بعض القطاعات عن الاخرى، وايه اللي احنا محتاجين نعالجه بنسبه اكبر؟ يعني احنا عندنا زي ما حضرتك قلت كده البنيه التحتيه، وفرنا الطاقه بكميات كبيره، عندنا الامن والامان، عندنا اراده سياسيه دعم للاستثمار الاجنبي بشكل كبير. هل الحاجات دي متوفره في دول موجوده في المنطقه واحنا نقدر نتميز عنهم بالموقع الجغرافي، باتفاقياتنا التجاريه الموجوده في العديد من الدول، بسوقنا الكبير اللي هو 100 مليون او يربو على 100 مليون؟ يعني هتشوف الحاله المصريه ازاي مقارنه بدول المنطقه او الدول المحيطه بينا؟ هقول لحضرتك على حاجه، مصر فيها كل اللي سعادتك بتقوله، بس ما فيهاش العقليه اللي انا اقنع ده انه يجي يعمل عندي كده. اللي هي فكره اداره وصناعه الاستثمار بشكل اساسي. تسويق الاستثمار عالميا للجذب لمصر. انا عايز اسوقه، ما هو مش كل الاعلام اللي موجود عالميا ده بيقول الحقيقه اللي في مصر. كلام مظبوط. ما في اعلام موازي بيقول كلام مش حلو. بيصدق يلاقي حاجه قد كده ويعمل عليها بالزبط. فاحنا النهارده بنقول ايه؟ انا عايز اسوق نفسي. انا عايز اسوق اللي انا فعلا بعمله. سيادة الرئيس لما قعد وقال لك في فرنسا وقال لك تجربتي في مصر 1 2 3، الكلام ده المفروض الرئيس ما قالوش، المفروض احنا اللي نقوله عن الرئيس، اخد بال حضرتك؟ احنا اللي نسوق نفسينا في القطاعات دي. اولا مصر الحمد لله رب العالمين بقت متقدمه في قطاعات كتير قوي ما كانتش موجوده قبل كده. يعني العشر سنين اللي احنا موجودين فيهم دول حصل فيهم حاجات كتير جدا فعلا ما كانتش موجوده قبل كده. سوق مصر سوق 110 مليون، سوق مستهلك، سوق واعد، مغري لاي مستثمر، واعد، سوق واعد، اخد بال حضرتك؟ لان انا استثمر هنا وبيع هنا، مش هحتاج اصدر، اخد بال حضرتك؟ فده لو سوقنا له فعلا كويس جدا، وادينا التسهيلات دي كويس جدا، وغيرنا البيروقراطيه القديمه العقيمه اللي موجوده، صدقني فادنا، احنا هنبقى في حته تانية. وده اللي سياده الرئيس دايما والسيد رئيس الوزراء دايما ينادوا بيه، انما احنا عايزين القطاع اللي موجود تحت. القطاع اللي موجود تحت ده لازم يفهم ان مش كل حاجه يقول لي قرارات وكل حاجه يقول لي لوائح، كل حاجه يقول لي قانون. في حاجه اسمها قانون، وروح القانون مشيني، ما توقفنيش، انا جيت حطيت كل ما املك في المصنع ده. اصل الكلام انا دايما اقول لك المصنع ده ليه؟ لان انا عندي حاله بعينها عارفها. يعني اجيب كل استثماراتي واحطها في حاجه زي كده وانت تفضل موقفالي كده مباني واقفه، واستوردت وجبت معداتي وجبت دنيتي وجبت مكاناتي عايز اشتغل، انت موقفني ليه؟ اصل عندك 14 في القانون رقم 60 اللوائح عندي بتقول اصل انا ما اقدرش اشغلك لما تجيب ال 40 موافقه دول. يا عم اجيبهم ازاي؟ اجيبهم ازاي؟ ما سياده الرئيس قال في يقول لك اخصم منها مش عارف ايه تامين لبعد ما تشتغل ب 100 سنه. مشكله كبيره جدا. النهارده لما دخلنا كمان الحته اللي هي بتاعه المناطق الاقتصاديه، المناطق الاقتصاديه اللي هي ذات المزايا النسبيه زي المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس، الله ينور على معاليك، دي هتعمل رواج غير عادي، وعايزاه يعني انا اسف بربجند التسويق غير عاديه، لان دي حاجه ما بتتكررش وما يتضحاش بيها بسهوله. دي لازم يتحط فيها كيانات عالميه في الاخر خالص، احنا عملنا حاجه فعلا تؤدي ان تجذب اكتر واكتر، لان اي حاجه من الناس دي لما احط اي براندات انا موجوده وشركات عالميه اجيبها عندي هنا، هي نفسها بتجذب الشركات من غير انا بسوق لها. اكيد اخد بال حضرتك، في شركات كبيره لازم تجيب جنبها الشركات اللي بتخدم عليها. صح، هي نفسها اللي هتجيب مش انا اللي هجيب. لما بتتكلم على شركه كبيره لتصنيع السيارات هتلاقي 5 6 شركات بيشتغلوا معاها، لازم تجيبهم جنبها. اخد بالك، هيبتدي كمان يفكر بس مش للسوق المحلي، هيبتدي يصدر، فهيتيح لك مزايا تانية اخرى، وبعدين كمان هيشجع عدد كبير من الشركات اللي زيه الكبيره انه يجي يشتغل في السوق المصري. النهارده فندم ان انا اقول انا هشيل امتيازات من الشركات الحكوميه واوجهها للقطاع الخاص، دي حاجه ما حصلتش ابدا.
انا هنا بنعش القطاع الخاص للناس اللي قافله وما بتشتغلش، بقول لهم ارجعوا اشتغلوا تاني، انا منعت الامتيازات اللي هي للشركات الحكوميه وحدها لكم انتم. فده حاجة هايلة فعلا، احنا في الايام دي بوابة كبيرة جدا، اتمنى من الله فعلا ان احنا نوصل فيها في النهاية خالص ان احنا نوصل لهدف القيادة السياسية اللي احنا عايزين في الحتة اللي احنا نتحط فيها. احنا سوق واعد للاستثمار العالمي ومناخ غير عادي للجذب، ان الناس دي فعلا تيجي تعمل استثمارات موجودة عندنا، والعوامل اللي موجودة عندنا من 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 دور عليها كتير في بلاد كتير جدا مش موجودة، الطاقة، الامان، النهارده الموقع الجغرافي يعني طبعا ده العالم كله بيتكلم عليه بالنسبه لنا، سواء في افريقيا، سواء ان احنا بنتكلم في اوروبا، سواء ان احنا وسط العالم كله. اخد بال حضرتك؟ في نقطه ثانيه عايز اقول لسعادتك عليها، انا لما بتكلم في 110 مليون مستهلك، دي في حد ذاتها لازم انا ادرس عليها ان انا اجيب لها المستثمر اللي يكفي ال 10 مليون دول، لان ده سوق رقم المفروض انا ابيعه. صح، السوق ده بيتباع. ده رقم. صح، خد بال حضرتك. والله لما بنروحوا افريقيا في اي دوله عايزين نعمل فيها اي حاجه يعني انا مش عايز اقول لحضرتك، رئيس الوزراء بتاعهم يجمع لنا كل الوزراء، انت عايز تستثمر في ايه؟ في الزراعه، في الصحه، في اقدم لك ايه؟ انت عايز ايه؟ اخد بال معايا؟ طب انت هتشاركني؟ لا انا مش هشاركك، ده شركتك هتبقى لوحدك. صح، يعني حتى دي كمان لازم يبقى معاك. لا دي كمان مش موجوده. طب انت هتديني؟ انا هديك حوافز وهديك الارض وهديك. اشتغل. كلام مظبوط. اسمح لي، احنا بينضم الينا كمان مداخله هاتفيه السيد المهندس سمير رياض، عضو اتحاد الصناعات. باشمهندس مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. مساء النور يا فندم. سمير بي، احنا بنتكلم في حوارنا عن تذليل العقبات امام الاستثمار بشكل اساسي، ومنذ اجتماع المجلس الاعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في توجهات للحكومة، في كل اجتماع للحكومة حريصة على انها تنفذ جانب من القرارات اللي تم اتخاذها في هذا الاجتماع وازالة كل العقبات امام الاستثمار الاجنبي. حاج بتشوف السوق المصري محتاج ايه يا فندم علشان نقول للمستثمر الاجنبي احنا يعني مش عايز اقول ازلنا كل العقبات ولكن على الطريق، وان احنا يكون فعلا السوق المصري سوق مرحب بالاستثمارات الاجنبيه؟ ما فيش شك ان احنا الاستثمارات مفروض ان احنا ننمي استثمارات سواء اجنبيه او سواء مصريه، لان احنا عندنا تجربه في قناه السويس ازاي ان احنا استثمرنا في سوق، وازاي ان البنوك بتاعتنا قامت بدور قوي بحيث انها في مده قصيره وفرت ملايين الجنيهات واستثمرنا ملايين الدولارات، واستثمرنا هذه الملايين في توقيع قناه السويس، وده كان شيء محمود وشيء جيد. فاحنا محتاجين من جميع الجهات ان احنا سواء اجنبي او سواء مصري ان احنا والبنوك بتاعتنا لها دور انها ازاي الشعب بتاعته ازاي يوفر فلوس وازاي يستثمر استثمار جيد علشان نشغل الناس ونشغل الدنيا ونكبر الصناعه ونعمل شغل كويس يعني. سواء فده طبعا ان المعوقات اذا كان هناك معوقات فهي الحكومه مشكوره بتبذل جهد انها تشيل كل المعوقات، لان احنا واقفين قوانين كثيره جدا، فاحنا عايزين تبسيط للقوانين وتبسيط للدنيا بحيث ان الانسان اللي عايز يستثمر يلاقي فرصه كويسه ويلاقي مجال كويس، سواء في مدارس فنيه بتخلص بعماله مدربه او في القوانين بتاعتنا اللي هي سهلة وبسيطة بحيث ان هو يقدر يستوعبها بسهولة ويقدر يغلل على الاستثمار ويبقى راجل النهارده مطمن على استثماراته وعلى بداية المشاريع بتاعته. دايما يا سمير بيه، فكرة الدول اللي نجحت في الاستثمارات بشكل عام هي دول نجحت من خلال استثماراتها المحلية الأول، والمستثمر الأجنبي شاف التجارب المحلية وابتدى يتشجع انه يشتغل في مثل هذه الأسواق. عندنا أسواق كتير جدا ممكن نتكلم عليها في هذا الإطار. هنا أنا بسأل سيادتك عن دور مؤسسات الدولة المختلفة في دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وعلى رأسها المؤسسات النقدية زي البنوك وما يتعلق بهذا الأمر، دورها في دعم المستثمر الأساسي ما تكونش عائق ولكن تكون دور مساعد للاستثمارات المحلية أو الأجنبية. طيب احنا انا عندي هنا نقطة عايز يعني اقدر اتكلم فيها فضل واهتم بيها جدا، وهي السوق المحلي. ازاي احنا النهارده ما عندناش سلاسل محلات علشان المنتج بتاع الصناعه ده يبقى معروض فيها، سواء صناعات مع يعني
خشبيه، صناعات غزل ونفيس، صناعات جميع الصناعات. احنا محتاجين النهارده سلاسل محلات، لان ما اقدرش انا اشتغل مع بوتيك وانمي الصناعه وبعدين الراجل النهارده بتاع الصناعات الصغيره والمتوسطه وناخده يقدر النهارده يبيع بضاعته فين. احنا عايزين نبيع البضاعه الاول وبعدين نشغلها. كلام مظبوط، ما ينفعش بعكس. فمن هنا النهارده سلاسل المحلات دي بتضمن جوده المنتج ويبقى فيه منافسه كويسه، وبحيث ان الاسعار كمان تقل احسن من كده. فعمليه المغالاه في الاسعار بتاعه السلع وعدم معرفه السلعه دي اذا كانت جيده او مش جيده، دي شيء النهارده مش موجود في السوق المصري. ده لازم ننتبه له ولازم ناخده في الاعتبار، لان هو ده البدايه بتاع الموضوع. احنا عندنا تجارب في مصر في صناعات محددة، يعني تاريخيا كنا ناجحين فيها جدا يا سمير بيه، ومع ذلك برضو بنلاقي فيها بعض المشاكل. صناعة زي اللي حضرتك بتشتغل فيها، صناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، احنا عندنا سوق كبير في هذا الاطار، وعندنا تاريخيا صناعة متميزة، ولكن بنقابل مشاكل سواء فيما يتعلق بالصناعة او حتى في المنتج، ومش ناجحين قوي في عملية التصدير الى حد ما. مشكلتنا في ايه يا فندم؟ مشكلتنا ان احنا بنجيب اتوبيس بنشغل فيه ب 5 6 مليون جنيه، وبنشغل فيه كومساري وسواق. احنا بنجيب مكنه خياطه في الملابس الجاهزه وبنشغل بيها برضه نفرين ب 10,000 جنيه. يعني هو ده موضوع. اتنين، ربط صناعه الغزل والنسيج بزراعه القطن، دي موضوع غير وارد، وموضوع لازم ان احنا نفكر فيه بره ثانيه، ان ما نربطش صناعه الغزل والنسيج بزراعه القطن. بعد الغزل والنسيج يا صناعات، والنهارده القطن بتاعنا النهارده كنا بنزرع 2 مليون فدان، النهارده بنزرع 160 و170 الف فدان، ما يكفوش اي حاجه نتيجه ان الرقعه الزراعيه بتاعتنا ما كبرتش بالدرجه زي السكان لما ناموا النمو الهائل ده. فمن هنا لازم نفكر تاني في الخيوط الصناعيه وفي حاجات تانيه كتير. احنا دائما العالم انفتح كمان على بعضه، انا النهارده ما اقدرش، لازم اسمح بالمنافسه. المنافسه دي مطلوبه عشان ما فيش حد يحتكر، السوق المصري فيه احتكارات كثيره. فالحل الامثل هو ان هو التنافس. اهلا بالاستيراد، وبدون الاستيراد لا يوجد تصدير. صح صح، كلام مظبوط. انا بشكرك جدا السيد المهندس سمير رياض، عضو اتحاد الصناعات. شكرا جزيلا يا فندم، بشكرك جدا. برجع مع حضراتكم لضيفي مشاهدينا الكرام السيد المهندس عامر سعيد ابو الخير. بدون المنافسه مفيش استيراد ولا تصدير. حضرتك بتشوف هذا الامر ازاي؟ طبعا، ما هو ضيفك العزيز قال لو مفيش استيراد مفيش تصدير. صح، لان ومنع الاحتكار. بالظبط، الاستيراد انا بستورد خامات عشان اصنعها واصدرها. اخد بال معليك. النهارده لما اجي اقول لك ان انا عندي مشكله كبيره جدا في الخامات اللي موجوده واللي بتتاخر واللي بتقعد واللي في المينا واللي في الكلام ده كله، برضه برجع تاني واقول البيروقراطيه مش ازمه ماليه. صح، لان انا كمستورد انا دافع كل فلوسي بتاعه الخامه. فاهم، مفيش ازمه. أنا دافع مفيش. وجت وتقف لي في المينا، طلعها عشان انا عايز اشتغل. ليه؟ في تبعيه هنا، ان انا ما هي 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 سبحه. انا بستورد عشان اصنع، عشان انا مرتبط بعقود هصدر فيها. صح، هنا لما انا اتاخر هنا يبقى العقد اللي انا عامله انا هيرجع عليا بيه تاني. اخد بال حضرتك هيك عن الصوره الذهنيه السلبيه اللي بتضيفها للبلد، ان انا مش ملتزم، مش بس كمان للمصدر. يعني ما هو التاجر عنوان بلده، الفنان عنوان بلده، صح، المحامي عنوان بلده، كل واحد منا في اي حته بيمثل مصر. اخد بال معلي. فانا فعلا لو ملتزم والحكومه نفسها ان انا حاجتي جت في المينا وطلعت لي وملتزمه معايا، انا هكون ملتزم على الغير. وده النهارده يمكن اللي كان في الاجتماع بتاع رئيس مجلس الوزراء انه بيدق عليه قوي وبيحس عليه قوي، لان هو وصل للنقاط المهمه جدا، ان انا ابقى ملتزم مع التاجر في القطاع الخاص، هيبقى ملتزم معايا في كل الانتاج بتاعته وفي جودته. صحيح، اخد بال حضرتك. ما هو انت طالبني بالجوده
اديني منتج عشان انا اجوده كويس. وكمان وسع السوق يا فندم اللي كان بيقوله سمير بيه من شويه، فكره وجود اكتر من منتج بالنسبه للسوق المحلي. لو نجحت في السوق المحلي هل هقدر انجح خارجيا وهينعكس على جوده المنتج وعلى الاسعار وعلى الصوره الذهنيه للمواطن حاجات كتير. يا فندم سمير بيه ضرب مثل جميل جدا، قال لك بجيب اتوبيس بخمسة مليون صح وركب فيه سواق وكمسار دول اللي بيشغلوه بالظبط. مكنه الخياطه بشيلن لا ما فيش الكلام ده. انا هو القصد ايه، ولما اتكلم دلوقتي برضو على النقطه بتاعه القطن، احنا برضو عندنا مشكله في القطن، احنا بنستورد القطن. النهارده القطن بيجي برضو بيقعد في المينا، انا محتاجه كصاحب مصنع، انا عندي عماله وعندي دنيا وعندي التزامات وعندي 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 عقود تصديريه. نفس القصه برضو النهارده زي ما بقول لحضرتك، هو الاجتماع بتاع النهارده ده اللي حط عينيه على النقاط فعلا لازم تتحل، عشان انا فعلا اشجع القطاع الخاص وبالتبعيه هيشجع لي المستثمر الاجنبي يجي لي. والمستثمر اللي موجود هنا اوريدي موجود وفاتح شغل هنا وبيستثمر هنا وفي مصانع وكلام من كده هيبدا يكبر معايا، لان العوامل اللي موجوده هنا تقريبا مش موجوده في دول تانية. الحاجات اللي بياخدها هنا مش موجوده في حتت تانية، وهدي له تسهيلات، هتاخد تسهيلات تاني وهتاخد وتاخد وتاخد، لان انت عنوان للبلد اللي انت فيها، فانت هتجيب لي غيرك صح ونسوق نفسينا صح. دي النقطة الأساسية اللي أنا عايز أسوق. أنا عايز أسوق نفسي صح. صح. أنا عايز أجيب جذب وأجيب استثمارات، لازم أسوق نفسي صح. في كل القطاعات. بلد واعدة. بلد واعدة، سوق مستهلك. السوق المستهلك ده لازم أوازيه بالسوق المصدر. عشان أنا مش هفضل أنا مستهلك مستهلك مستهلك، يبقى أنا كله هستورده. صح. لازم أنا أوازي ده بالسوق التصدير والاستثمار. شجع الصناعة علشان أصدر. بالظبط يا فندم. نورتني في هذا الحوار، بشكرك جدا السيد المهندس عامر سعيد أبو الخير، عضو اتحاد الغرف التجارية بالإسكندرية، رئيس مجلس إدارة المصرية الإفريقية، رئيس قطاع الاستثمار بجمعية رجال أعمال البحيرة. نورتني في هذا الحوار. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. وأنتم مشاهدينا الكرام لكم منا كل التقدير، حتى نلتقي في حوار جديد في من القاهرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.